جدا في كتاباته بوجود علامات. العلامات يعني جزء كبير قوي وجزء مهم من حالات حاجه حاجه معانا كتير في اخر عمره ومعانا في مرضه. من العلامات الغريبه اللي حصلت واللي انا بتكلم فيها مع حاجه النهارده يعني طلب شخصي من نريم واخته المقرره لحازم يعني كلنا كل اللي هيتكلم يحكي عن مواقف حصلت مع حازم. حازم في اخر ثلاث شهور كنت بدات اتكلم معاه عن موضوع العلامات. كنت بدات اتكلم معاه ان انا كنت قديم 6 سنين ونص ربنا ما رزقش بالاولاد. في الشهر اللي عرفت ان مراتي فيه حامل عرفت ان اخويا عنده سرطان. فكانت علامه عظيمه وعلامه غريبه جدا يعني حازم حتى كان اتكلم عليها كتير خالص. زي ما هو قال هو لما بتحصل مشكله او بتحصل مصيبه يعني بتحصل حاجه هي ده الوقت الوحيد اللي تقدر تفكر فيه في ناس. تقدر تفكر فيه الناس السند سواء جوه العيله او بره العيله او تقدر تفكر فيه الاصحاب اللي طلعوا سند وطلعوا اخوات بحق وحي. حازم يحيى حازم ايه؟ الله احسن ختام في الدنيا. يحيى حازم دياب امتداد للجميل الرائع ابننا كلنا حازم دياب.